وباقي اخبار النشر. شكرا مريان، ولكن بدي اسالك قد ايه لك مستعملتي قلم رساس؟ قلم رصاص سريع، قد ايه صار ما استعملت قلم؟ كله على الكمبيوتر. شكرا. طيب برجع بسالك هالسؤال مره ثانيه. مشاهدينا، مشروع لانقاذ الغابات في كينيا يقوم على استعمال اوراق الجرائد القديمه بدلا من الاشجار لصنع اقلام.